زراعة الكلى هو نقل إحدى الكلى من متبرع إلى المريض، وبالتالي يستطيع المريض الاستغناء عن الغسيل الكلوي أو الاستصفاء الدموي المزمن أو البدائل الأخرى من الغسيل البروتيني. يتم إجراء فحوصات التطابق، عند حصول هذا التطابق بنسبة جيدة بعدها يتم عملية إجراء زراعة الكلية، وهي نقل الكلية من المتبرع إلى الزارع. بعد الزراعة مريض الزارع ينبغي أن يحافظ على أخذ العلاجات بشكل منتظم، ينبغي أن يأخذ علاجات مثبطة أو مانعة للرفض، وهذه تصحب المريض على مدى الحياة. قد تقل تدريجيا لكن سيظل المريض معتمد على علاجات منع الرفض مدى الحياة، وبالتالي من المهم جدا أن ينضبط المريض الزارع على أخذ الأدوية بانتظام. كذلك ينبغي أن يحرص على الحفاظ على الكلية المزروعة بتجنب العلاجات الغير موصوفة من أخصائيين الكلى أو المسكنات بشكل عام. كذلك ينبغي أن يتحاشى أخذ أي أعشاب غير طبية وغير مدروسة. مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية.